العملية ديال المراقبة الزلزالية أساسها هي الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، يعني مجموعة محطات موزعة على كامل تراب المملكة ترسل في الزمن الحقيقي الإشارات للرباط، وكنستغل هذا البث المباشر لهذه الإشارات الأرضية في إجراء حسابات على كل هزة في حين وقوعها. هذا الأساس ديال المراقبة الحالية، المراقبة الحديثة. بالنسبة للمنطقة ديال الحوز كانت دائما منطقة متوسطة بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمواقع اللي فيهم نشاط زلزالي في المغرب كانت متوسطة على العموم. كنا نرسل أحيانا بلاغ عن هزة أرضية كتكون بأربع درجات على سلم ريشتر، على العموم في هذه الحدود ما كانتش هزات قوية عكس ما ظهر هذا يوم ليلة الجمعة. هذه كان زلزال عنيف، حتى أنه كل الدراسات القديمة ما كانش توصل إلى هذا المستوى ديال الخطر الزلزالي. كان وضع يعني حتى قانون البناء المضاد للزلازل في المغرب المعمول به الآن في المغرب كاين صنف المنطقة في وسطى بين المناطق اللي فيها نشاط كبير كأكادير والنواحي ومناطق الشمال بين الحسيمة والنادور. أنا كنت ذاك الوقت في البيت، كنت في البيت مش بعيد كثير على المركز. مباشرة يعني خمس دقائق من بعد كنت هنا في المركز، يعني أنا الأول حسيت بالزلزال، عاد شي مباشرة نلقى الإشارة موجودة في على هذيك الشاشة الكبرى اللي عندنا، باللي المحطات كلها سجلت الإشارة، حتى المحطات اللي بعيدة في الشبكة سجلتها، معناتها الزلزال كان قوي جدا، يعني الإشارة وصلت، ومنها عرفنا أن كثير من المدن راه حسوا بالزلزال. إذن في الأول كان الخوف أو التخوف كان يكون من زلزال بحري اللي كان في المحيط الأطلنطي، كان مباشرة فكرت لا يمكن يعمل لنا تسونامي، إذن خطر إضافي. لكن بعد الكمبيوتر يرسل لي رسائل الكمبيوتر وكان ذكر منطقة الحوز، قلت هذا الخطر حيدناه تاع التسونامي، ولكن زاد ظهر لي ان الخطر كبير في منطقه داخليه وبالضبط الحوز، وحنا نعرفوا طبيعه البناءات في ديك المنطقه، لان كنشوفوا في المغرب تنوع في البناء بين التقليدي القديم والحديث، يعني تصورت يكون حجم الخسائر كبير. نفس المنطقة لا، نفس المنطقة لا، ما نظنش تكون هزة كبيرة، كلها غتكون ضمن الهزات الارتدادية اللي القوة تاعها دائما أقل من الهزة الرئيسية بكثير. والآن كنشوفوا تراجع في مستوى النشاط، أظن يبقى هذا النشاط بضعة أسابيع ويختفي مع ظهور من حين لآخر لهزة ارتدادية، غير باش تذكر الناس أن المنطقة راه منطقة زلزالية، لكن ما توصلش لمستوى الهزة الرئيسية دائما ما توصلش. مرحلة ديال العبور هذه غدوم أظن إلى أقصى حد بضعة أشهر، حنا عارفين السلوك ديال هذه المنطقة والصدوع، وشنو يجري الآن هو إعادة ترتيب التوازن، ترتيب هذه الكتل الصخرية في أعماق الأرض، وهذا إعادة الترتيب هذه تستغرق وقت، هو كي يجري في الحقيقة إخماد للضغط في الصخور، كيوقع إخماد الضغط، وبهذه الطريقة كل الكتل الجيولوجية ترجع واحد المكان اللي يناسب الضغط وتوزيع الضغط. لا أظن، لا أظن، فقط المدن تارودانت ومراكش على مسافة من البؤرة، هذا البعد، بعد البؤرة على هذه المدن
هي اللي أظن خلات هذه المدن ما تعرفش خسائر كبيرة. هذا البعد ديال البؤرة على الحضار على المدن الكبيرة هو اللي يخليها في من آمن الخسائر، عكس ما هذا الدواوير والقرى في الجبل. بالإضافة إلى الموقع الجبلي التضاريس، هي حتى التضاريس الجبلية كتزيد في نسبة الاهتزاز الزلزالي، مع الخسائر اللي شفناها لا على البناء ولا الانزلاقات الأرضية الكثيرة في هذه المنطقة. ممكن نقارن هنا المجال الحضري مثلا مع المجال القروي. إذا رجعنا لزلزال أكادير 1960 فين كانت البؤرة أسفل المدينة وشفنا النتيجة ديالها، يعني دمار شامل للمدينة في 1960، حتى أنه تم إعادة البناء بإزاحة المدينة للجنوب وإخلاء المناطق المنكوبة في ذاك الوقت، البقية مهجورة لحد الآن. المعلومات يعني في الهندسة الزلزالية كانت في الستينات في واحد المستوى، الآن أظن مستوى ديال الهندسة الزلزالية تطور كثير، وكثير من البلدان ولات تعرف تتعامل مع الخطر الزلزالي، ولو أن الفوارق قريبة ولو أن الزلازل بجوار المدن. بقت طرق البناء تطورت كثير، ويمكن الآن التعامل مع هذا الخطر وفق القوانين والمواصفات الهندسية. هذا كان متوقع، تذكر دائما في الزلازل الكبرى في هذا الحجم أنه يشكل تغير في أحيانا حتى في التضاريس تاع المنطقة، أحيانا مسار الأودية يتغير، اختلال مستويات المياه في الآبار، بعض الآبار تنزل المياه فيها، بعض الآبار تصعد للسطح، اختفاء بعض المنابع المياه وظهور منابع المياه جديدة. هذا دائما يفسر بالضغط الموجود على مستوى القشرة الأرضية اللي يخلي الفرشة المائية عليها ضغط كبير، وأحيانا تحاول المياه توجد أي مسار للتسرب، أي تشققات للتسرب منها. أظن وهذا يحدث على مساحة كبيرة، أظن حتى المدن والأقاليم البعيدة راه لاحظوا تغير في مستوى المياه عندهم وفي مستوى صبيب الينابيع الطبيعية. المرحلة تكون انتقالية واحد المدة، ممكن يعود ترجع المياه لبعض المنابع، الصبيب أيضا يتغير في هذه المدة، كله في انتظار العودة إلى أو الوصول إلى حالة من التوازن الجديد. أظن على ضوء هذا الزلزال يجب إعادة النظر في الخرائط الزلزالية، إعادة الحسابات، لأن نكتشفوا مع الوقت أن الحسابات والدراسات القديمة كانت بمعطيات قديمة ويجب تحيينها أيضا لجعل كل القوانين والتدابير ملائمة للوقت الحالي. نعم، زلزال أكادير كان قوته حوالي 6 درجات، يعني ولو أن طريقة الحساب في 1960 ماشي نفسها الآن، ماشي نفس الأجهزة، الآن نستعمل أجهزة أكثر تطورا ودقة وأجهزة رقمية تعطينا الحساب بدقة. كانت في حدود 5.8 إلى غاية 6 درجات حسب بعض المحطات الأمريكية آنذاك. كان آثار زلزال مدمرة، علاش؟ كان حتى ذاك الوقت منطقة أكادير البناء التقليدي كان مازال موجود، البناء القديم، وشفنا انهيار كامل لهذاك البناء القديم مع مفعول التضاريس مثل أكادير وفلا اللي تمحات تماما من الوجود. الآن نرجعوا للحسيمة مثلا، كان الخسائر يعني مقسمة إلى
البناء التقليدي على البناء التقليدي والبناء الحديث، كله عانى من خسائر. البناء التقليدي بما فيه من الهشاشة، والبناء العصري بما فيه من العيوب، لأن الزلزال دائما يبحث على العيوب في البنايات، أي خلل أي عيب في المواد في التصميم الزلزال يذكره بالانهيار الكلي ولا الجزئي، يعني مباشرة يجي الزلزال يدمر هذه البناية. الآن ارتفعت القوة من 6 في أكادير، 6.3 في الحسيمة، الآن رانا في 7 في الحوز، ارتفعت القوة، كنشاهدوا آثار أخرى تماما، كنشوفوا الدمار الكلي وعلى مساحة كبيرة. هذا اللي ظهروا في هذا الزلزال، أن مساحة المنطقة المنكوبة مساحة واسعة، حتى أن ذلك أثر على التدخل السريع للإنقاذ. هذا هو الفرق. أيضا هنا أي العيوب كلها أشار إليها الزلزال، مشى مباشرة لها الهشاشة، ما يمكن لهاش تصمد أمام الزلزال. هذه الآن المجال مفتوح للتفكير، ما هي أساليب البناء التي سنبدعها في هذا المجال حسب الميزانيات المخصصة. دائما هناك حل، يعني التفكير السليم دائما يدينا لواحد الحل في اختيار مواد البناء، في اختيار التصاميم، في اختيار أيضا الأرضيات الصالحة للبناء، هذه مهمة أيضا نرجع لها. وأظن الفكر الأول هو البحث عن الأراضي الصالحة للبناء، الأراضي الصخرية بالأساس هي اللي تعطي واحد المستوى ديال الحماية أولي قبل البناء، وأظن المجهود يكون كبير في البداية الآن في إعادة الإعمار. المعهد الوطني للجيوفيزياء هو قسم داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كان في البداية عبارة عن مختبر للجيوفيزياء، بعد إعادة الهيكلة أصبح معهد للبحث العلمي. هو يشتغل مع بفريق مكون حوالي من 20 شخص موزعين على المركز، القسم العملياتي، بعض الباحثين، وأيضا عدد من الأعوان موجودين في مناطق أخرى من المغرب عندهم مهام أخرى. إذن المعهد تكون من مهندسين وأساتذة باحثين الآن ليزولوا هذه المهمة والمناطة بهم، وهي مجهود ضروري منه يبقى في البلاد لمتابعة هذه الظواهر الطبيعية كالزلازل. مرحبا، بارك الله فيك.